موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، هذه دقيقة فقهية عنوانها موجبات الغسل اثنين. موجبات الغسل اثنين. سبق أن للغسل أسباب توجبه، وتكلمنا عن السبب الأول وهو خروج المني من مخرجه، وأما السبب الثاني فهو تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج. تغييب حشفة الذكر من الرجل يعني كلها أو قدرها من مقطوع في فرج امرأة، وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال فهذا يجب عليه الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. تنبيه: لا يجب الغسل في هذه الحال إلا على ابن عشر أو بنت تسع لما ظنت البلوغ، دول اللي يجب عليهم الغسل لو حصل هذا الأمر. وكذلك أيضا لا يجب الغسل بالمماسة أو بمجرد المماسة إلا إذا أنزل أو أنزلت. مجرد المماسة، لأن هناك من يختلط عليه حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فليس المقصود هنا مجرد المماسة، إنما المقصود هنا التقاء الختانين، يعني تغييب حشفة الذكر أو قدرها في فرج المرأة. والحمد لله رب العالمين.